الطريق الصحيح بعد إثبات ظنية التراث؟ ماذا تفعل؟ أولا عليك أن تكون عالما مجتهدا في الفقه وأصول الفقه، بعد هذا من حقك أن تعطي الرأي بعد متابعة الروايات وتعارض الروايات والإطلاق والتقييد والعام والخاص والحكومة والتعارض والجمع بين المتعارضات إلى أن تصل إلى نتيجة وتأتي بروايات من التراث السني أو من التراث الشيعي تكون مؤكدة مؤيدة شاهدة على ما اخترت من رأي. هذا عمل الفقيه، هذا عمل المجتهد، هذا ما فعله الفقهاء في ذلك الزمان، هذا ما فعله أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، كان عندهم الكم الهائل من الروايات. هذا هو عمل فقيه، ليس عمل ناقل الحديث المخادع.